السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل تدريبات كتاب جيم 2025. النهاردة إن شاء الله معادنا مع حل تيست الوحدة الثانية، وكمان حل تدريبات البابل شيت، وكمان هنحل الكوستشن بانك، هنحل بنك الأسئلة اللي هو مديهولي على الوحدة الأولى والثانية. تعالوا يلا نبتدي بسؤال الليسنينج في تيست 2. بيقول رانيا إز أدنتست، رانيا طبيبة أسنان، شي إز ماريد أند هاز تو تشيلدرن. She works in London. She always advises her patients to look after their teeth. طبعا حبايبي هنا بيقول لي رانيا از ا، طبعا اكيد از ا دنتست يعني طبيبه اسنان. طبعا she works in، قلنا يا جماعه هي بتعمل في لندن. على حسب ما انا سمعت نمبر 3 بيقول لي she has 8 children. طبعا شكل ما شفنا ان هي she has 2 children، عندها طفلين اثنين. نمبر 4 بيقول لي she advises her patients to look after their teeth، يعني هي بتنصح المرضى بتوعها ان هم يعتنوا بيها، اكيد طبعا يعتنوا بي their teeth بأسنانهم. تعالوا يلا نشوف سؤال المحادثة. قلنا المحادثة حبيبي لازم أقراها كويس جدا كلها برأس السؤال، وأبدأ بعد كده أحل عشان أعرف الإجابة. بيقول ياسر can't go to the football practice because his brother is in hospital، يعني ياسر مش هيقدر يروح تدريب كرة القدم لأن أخوه في المستشفى. فعلي بيكلم ياسر بيقول له هاي ياسر how are things؟ قال له هاي علي fine. فعلي قال له are you coming to football practice today؟ يعني هل انت هتيجي لتدريب كرة القدم النهاردة؟ طبعا من رأس السؤال عرفنا ان هو مش هيروح، فأكيد هقول له no. طبعا ممكن اقول له no I'm not or no I can't come، لا والله انا مش هقدر اجي. ممكن اقول له no I'm not بالمنظر ده، او ان انا اقول له no I can't come، يعني انا اسف مش هقدر اجي. فسأل سؤال قال له I can't come because my brother is in hospital. قلنا حبيبي طالما الاجابه فيها because يبقى السؤال على طول في why، لماذا؟ فعل المساعد بتاعي can't، وخلي بالك ان هو هنا منفي، اي هتتحول ليو يبقى why can't you come، يعني ليه مش هتقدر تيجي. قال له I can't come because my brother is in hospital. فسأل سؤال قال له he had an accident، يعني هو عمل حادثه، يبقى عايز اقول اللي حصل له، اللي حصل له ده what happened، what happened يعني ماذا حدث to him. طب ممكن اقول سؤال تاني، ايوه عادي جدا ان اقول what's the matter، يعني ما الامر، what's the problem يعني ما المشكله. فقال له sorry to hear that، يعني انا اسف لي سماع ذلك. طبعا حبيبي لما حد يعبر عن مشاعره الطيبة ليا بقول له thank you، thank you يعني شكرا، or thank you for your feeling يعني شكرا على مشاعرك الطيبة. بقول له could I come to visit him with you، ممكن اجي عشان ازوره معاك، اكيد طبعا هقول له sure، يعني sure حبيبي بالتأكيد، اقول له of course بالطبع. تعال نشوف حبيبي يلا سؤالي التالت، سؤال القطعة. hi Ramiz how are you doing، good job on passing your science test، يعني انت عملت حاجة جميلة جدا انك اكتست امتحان العلوم. I'm so proud of you، انا فخور جدا بيك. Do you have any more exams coming up next term، يعني هل انت عندك اي امتحانات جاية الترم اللي جاي. I have some exciting news to share with you، we are moving to a new house، هنتنقل بيت جديد. I'm really looking forward to it because my new bedroom is huge، انا اتطلع لذلك لان غرفة النوم بتاعتي هناك كبيرة. but there is a little bit of bad news، بس في اخبار سيئة ايضا. I have to share the room with my brother for a week، يعني انا مضطر ان انا اشارك الغرفة دي مع اخويا لمدة اسبوع. until his room is ready، لغاية ما غرفته تبقى جاهزة. would you like to visit me in my new house، تحب تزورني في بيتي الجديد. I'll be happy if you come، يعني هبقى سعيد لو انت جيت. I really can't wait to see you، يعني انا بصراحة مش قادر استنى عشان اشوفك. This summer has a صيف، we should plan some fun activities to do together، how about going swimming or sailing at the beach، يعني انا عايزين نمرح كده مع بعض، نبقى انشطة في المرح، ايه رأيك بيقترح عليه نذهب للسباحة والابحار على الشاطئ. It's going to be so much fun، هيبقى متعة كبيرة جدا. Write back soon، اكتب لي قريب. أمير هنا بيقول لي give a suitable title for this text،
اديني يلا عنوان مناسب للقطعة دي. طبعا حبايبي ممكن اقول ان العنوان المناسب good news، يعني اخبار جيدة، او ان انا ممكن اقول رامز passed the science test، يعني رامز اجتاز امتحان العلوم، يبقى ممكن اقول good news or رامز passed the science test. السؤال التاني بيقول who wrote it، يا ترى مين اللي كاتب الخطاب ده؟ طبعا اللي كاتب الخطاب حبايبي بيمضي تحت، اكيد اللي كاتب الخطاب ده امير. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول why do you think امير isn't happy، يعني ليه بتعتقد ان امير مش سعيد؟ طبعا بسبب السبب اللي هو قاله لي فوق، ان هو هيشارك الغرفه بتاعته مع اخوه لمده اسبوع. يبقى هكتب كده because he هو has to share the room، يعني هيشارك الغرفه with his brother، مع اخوه for a week، يعني لمده اسبوع. طيب تعال نشوف السؤال الرابع، بيقول the underlined pronoun you refers to، you دي حبايبي عايد على مين؟ اكيد طبعا عايد على رامز. طيب تعال نشوف نمبر 5، بيقول رامز passed his test، يعني رامز اجتاز الاختبار. اختبار ايه؟ شكله نشوف يا حبايبي ان هو كان اختبار العلوم، يبقى ساينس تيست. نمبر 6، بيقول the word fun means، fun اللي هي المتعه والمرح، طبعا اكيد ده معناها exciting، exciting معناها مثير. تعال حبيبي يلا نشوف سؤال اختياري، بيقول لي they need a technician to aid the computer، محتاجين technician، technician ده يعني فني، عشان اكيد لصالح الكمبيوتر، وصالح حبيبي معناها repair. تعال نشوف نمبر 2، بيقول I hear the A on the radio، انا سمعت ايه في الراديو، اكيد طبعا سمعت news، news اللي هي الاخبار، وخلي بالك ان الاخبار اسم لا يعد. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي you can't aid your car here، انت ما تقدرش تعمل ايه في السياره هنا، اكيد تركن، ويركن اسمها park، P for pen park. اللي بعدها نمبر 4، بيقول when two people، لما شخصين اتنين in married they have a wedding، بيعملوا حفل زفاف، اكيد يتزوج اسمها get married، تاني يتزوج اسمها get married. تعالى حبايبي يلا نشوف صفحه 84، بيقول when I go to a new place I like a friends، طبعا حبايبي يكون اصدقاء اسمها make friends، فهقول I like making friends. نمبر 6، بيقول you should eat a rest after studying for a long time، بقول يجب انك ايه راحه لما تذاكر لمده طويله. طبعا حبايبي كلمه rest بتاخد الفعل take، take a rest انك ترتاح. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي I can go on the school A to Aswan، يعني انا اقدر اروح في الايه المدرسيه لاسوان، اكيد طبعا الرحله المدرسيه، والرحله المدرسيه حبايبي اسمها trip. طب تعال نشوف نمبر 8، بيقول I live A with my mom and dad in a small flat in Minya، طبعا انا عايش بسعاده، طبعا هنا انا بجيب طريقه المعيشه، فانا عايز حال، والحال حبايبي هو happily. تعال نشوف نمبر 9، بيقول we are studying traditional Arabic calligraphy and we are it، طبعا حبايبي احنا بندرس الخط العربي التقليدي واحنا بنستمتع، اكيد يبقى we are enjoying it، يعني enjoying it يعني بنستمتع. تعال نشوف نمبر 10، بيقول we are repairing the roof، طبعا بيقول لي ان احنا بنصلح الروف، السطح، طبعا ده حبايبي مضارع مستمر، طبعا اللي في دول علامه من علامات المضارع المستمر هي ناو، الباقي كله طبعا حبايبي ماضي بسيط. هنشوف يلا السؤال اللي بعده، بيقول my grandpa يعني جدي visit us on Fridays we always enjoy sitting with him، طبعا طالما قال احنا دايما بنستمتع معاه يبقى هو على طول بيزورنا، ده الكلام ده مضارع بسيط on Fridays، لما يجيب له والايام يبقى ده present simple مضارع بسيط. بس حبايبي ليه ما قلتش visit؟ عشان grandpa مفرد فياخد visit، يعني يجي معاه فعل في اسم. تعال نشوف نمبر 2، بيقول always speak quiet to your parents، يعني دايما اتكلم بهدوء، فاكيد هقول quietly، quietly يا حبايبي معناها بهدوء، لازم اجيب حال. بيقول what your father do، طبعا حبايبي طالما في is يبقى لازم اجيب verb plus ing، يبقى what your father doing. تعال نشوف نمبر 4، بيقول I'm so sorry، انا اسف جدا I can't hear what you say، طبعا حبايبي انا اسف انا مش قادر اسمع اللي انت بتقوله، يعني اللي انت عمال تقوله دلوقتي، فبالتالي لازم اقول what you are saying. تعالى حبايبي يلا نشوف صفحة 85، ودي اسئلة البابلش، بيقول لي سارة and روان are talking about how they are going to spend their holiday، سارة وروان بيكلموا عن ازاي هيقضوا الاجازة، فسارة بتقول لها hello روان where are you going to spend your holiday، هتقضي الاجازة بتاعتك فين؟ فقالت لها hello سارة ما اقدرش اقول الا لما اشوف، فاتعجبت وقالت لها Luxor is a very nice place،
How will you go there? يبقى إذا كده هتتلاقي أنا هقضيها في لوكسور فأقول I am going to spend it in Luxor. فهتقول لها إيه؟ Luxor is a very nice place. طبعا دي أخبار كويسة فبالتالي هقول That's a great news. فبتقول لها I'll go there by plane. هروح بالطيارة. فسألتها سؤال قالت لها I'll go with my family. يعني أنا هروح مع أسرتي فأكيد هتقول لها Who will you go with؟ هتروح مع مين؟ فسألتها سؤال قالت لها I'll spend it in the country. اكيد بقى قالت لها طب وانت بقى طب وانت هتقضيها فين؟ طب ماذا عنك اسمها؟ What about you؟ طيب قالت لها great the country is beautiful and enjoyable. I hope you will have a nice time. طبعا لما حد حبيبي يتمنى لي حاجه كويسه لازم اقول له thank you لازم اشكره. طب تعال نشوف يلا سؤال اختياري بيقول لي where is your mother؟ قال لي she gets everything ready for the trip. اذا لما اقول له فين مامتك اذا هي بتعمل الحاجه دلوقتي فلازم اقول شي is getting. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي he is a bad driver he drives danger. طبعا حبايبي طالما هو سواق سيء فاكيد هيقود بطريقه سيئه فانا عايز هنا حال والحال حبايبي من dangerous هي dangerously يعني بشكل خطير. طب تعال نشوف حبايبي اللي بعدها بيقول لي my sisters and I painting the kitchen now. طبعا حبايبي ما ينفعش ing بس لازم يكون قبلها am or is or عشان كده لازم اقول are painting. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي on Saturday we sometimes are spending time on a boat. طبعا sometimes من علامات مضارع بسيط يعني انا عايز مصدر او فعل في اس عشان اخد واحد من الاثنين لازم ارجع للفاعل والفعل هنا وي فبالتالي تاخد spend. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي مازن usually walk to school. طبعا حبايبي usually من علامات المضارع البسيط فبالتالي مازن مفرد ياخد walks. تعالى حبايبي يلا نشوف أسئلة الـ question bank بنك الأسئلة على الوحدة الأولى والثانية. بتبتدي طبعا بمحادثتين اتنين. المحادثة الأولى بيقول عادل is asking سمير about his father's job. بيسأل سمير عن وظيفة بابا فبقول له what's your father's job سمير. طبعا مش هعرف أقول إلا لما أكمل. فلما سأله سؤال تاني قال لي he works in Damietta prep school يعني بيعمل في مدرسة دمياط الأبدية فأكيد قال له طبعا فوق he is a teacher. He is a teacher يعني هو مدرس. فسأله سؤال قال he works in Damietta prep school فأكيد بيسأله أين يعمل أين حبيبي معنا where فعل في اس أكيد يبقى هجيب does بعدين الفعل بتاعي he يبقى where does he رجع فعل المصدر يبقى work where does he work what subject does he teach يعني إيه المادة اللي هو بيدرسها. فطبعا مش هعرف إلا لما أكمل. قال لي yes all his pupils like him do you want to be a teacher like him. طبعا هنا ما حددتش فاذا لو جبت اي ماده هيبقى عادي جدا حبايبي. مثلا هنقول انجلش يعني هو بيدرس انجليزي فسال سؤال قال له yes all his pupils like him. طالما الاجابه yes يعني السؤال بفعل مساعد وهنا الفعل في المصدر يبقى هجيب do يبقى هقول do فعل بتاعي his pupils يعني هل تلاميذه like him يعني هل تلاميذه بيحبوه. Do you want to be a teacher like him؟ يعني هل تريد أن تكون مدرس مثله؟ هقول طبعا yes I do. طب لو قلت no I don't قال لي عادي جدا لأنه مش مديني أي معلومات عن الكلام ده. طيب تعالوا حبايبي نشوف المحادثة الثانية بيقول لي سهى أند منى ار توكينج أباوت ذير فريند هدى. سهى منى بيتكلموا عن صديقتهم هدى. فمنى بتقول لها our friend هدى hasn't come to school since last week. ما جتش المدرسة منذ الأسبوع الماضي. فقالت لها what a pity عبرت عن استيائها. فسألتها سؤال قالت لها she had an accident last week يعني هي عملت حادثة خلاص الايه الاسبوع اللي فات. وممكن اقول what's the matter with her or what happened to her what happened to her يعني اللي حصل لها عادي خالص ان انا اقول what's the matter with her عادي جدا ان انا اقول what's the problem with her. طيب فسألتها سؤال قالت لها no she is at home. نعم قالت لها لا ده هي في البيت. طبعا الاجابه بنقول انا هسأل بفعل مساعد اللي هو is اطلع شي. طيب يبقى ايه شي at طب اجيب البيت هقول لك لا طبعا لان النوم هو هشنط هقول if she at the hospital يعني هل هي في المستشفى now الآن أو in the hospital now. فطبعا
طبعا هتلاقي ان هو she is at home now. لا ده هي في البيت دلوقتي. هتلاقي can I come with you to visit her؟ اكيد هتقول لها of course. of course يعني بالطبع. when will you visit her؟ طيب هنزورها امتى؟ طبعا مش مديني بقى اي معلومات عن هزورها امتى، فممكن اكتب اي وقت، ممكن اكتب tomorrow، ممكن اكتب tonight، خلاص ممكن اكتب at واجيب ساعة، يعني ممكن مثلا at 8 خلاص الساعة 8، ممكن اقولها tonight، tonight يعني الليلة دي، او the evening في المساء. where shall we meet؟ طيب نتقابل فين؟ اكيد هتقولها قدام بيتها، خلاص يبقى in front of her house. طب لو انا جبت اي مكان تاني مصر عادي جدا حبيبي. طب تعال نشوف يلا سؤال الاختياري، بيقول we do the same things every day that's our daily. طبعا بنعمل نفس الحاجات كل يوم، يبقى ده روتين. our daily routine يعني روتيننا اليومي. number 2 بيقول لمو صلاح had a on TV last night. طبعا اكيد عمل مقابله، والمقابله حبيبي اسمها interview. تعال نشوف number 3 بيقول on Saturday I usually eat time with my cousins، يعني يوم السبت دايما بقضي وقت مع اولاد عمي، فاكيد طبعا usually spend time. تعال نشوف number 4 بيقول your mark الدرجه بتاعتك is a you must work harder، لازم تشتغل بجد بقى، الدرجه بتاعتك مش كويسه خلاص، فاكيد terrible. terrible يعني فظيعه، very bad. تعال نشوف number 5 بيقول لي he was sent to a as he did something wrong، يعني هو تم ارساله لايه؟ لانه عمل شيء مش كويس، اكيد to prison. prison حبايبي بمعنى السجن. تعال نشوف حبايبي number 6 بيقول لي are important to keep the light out، عشان تخلي الضوء بالخارج. طبعا دي الستاير اللي بنحطها على الشبابيك، والستاير حبايبي اسمها curtains. طب تعال نشوف number 7 بيقول لي she works in hospital، يعني هي بتشتغل في المستشفى. she is working in the children's a at the moment. طبعا حبايبي قلنا العنبر بتاع الاطفال اسمه word. تعال نشوف number 8 بيقول لي شادي is deaf، قلنا deaf يعني اصلا. but he understands us because we use a، طبعا لكنه بيفهمنا لاننا بنستخدم ايه، اكيد طبعا طالما هو صم فاحنا بنستخدم معاه الساين لانجوج، والساين لانجوج معناها لغه الاشاره. طب تعال نشوف number 9 بيقول لي this is a photo of my parents a they were very happy، كانوا سعداء جدا، اكيد ده حفل زفاف، حفل زفاف اسمها ودين. تعال نشوف number 10 بيقول لي we ate her on her marriage، طبعا احنا همناها على الزواج، وكلمه يعني اسمها congratulate، وخلي بالك ان congratulate بتاخد حرف الجر الام. تعال نشوف number 11 بيقول لي حمدي drink coffee for breakfast، طبعا حبايبي حمدي ده مفرد، يعني المفروض يجمع drinks، يبقى اذا لما نفيت هنا نفيت ب doesn't. طب ما ينفعش isn't؟ هقول لك لا طبعا، لان isn't بيجي وراها verb plus ing. طب ما ينفعش hasn't؟ هقول لك لا، hasn't بيجي وراها past participle تصريف تاني. تعال نشوف number 12 بيقول لي دينا looks forward a London، حبايبي احنا عارفين ان look forward to بيجي وراها verb plus ing، فبالتالي هقول to visiting. تعال نشوف number 13 بيقول لي the police officer a at school today، طبعا ضابط البوليس هيزور المدرسه النهارده مرتب يعني، فبالتالي هقول is visiting. طب تعال نشوف number 14 بيقول لي what is doing at the moment، مجرد مستمر، فالمفروض اجيب am او is or الفعل المساعد الاول وبعدين الفاعل، يبقى هقول what are you doing. number 15 بيقول لي سلمى speaks English a، يعني سلمى بتتكلم انجليزي، طبعا هنا عايز طريقه كلامها الانجليزي، فبالتالي هجيب حال اللي هو will. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال الاخطاء، بيقول لي جمانه از ريوت المسج نو، نو مضارع مستمر وعند از لازم اجيب فيرب بلس اي ان جي تبقى رايتنج. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي وات از سلمى دو ناو، نفس الكلام حبايبي، ادي از وادي ناو، يبقى لازم اجيب الفيرب بلس اي ان جي يبقى دوينج. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي هي نيفر رايت ايميلز ان فريش، طبعا قلنا نيفر حبايبي ما بتاثرش على الفعل، هي ده بيجي معاه فعل في اس، يبقى لازم اقول right. تعال نشوف number 4 بيقول my friend sews a bed، طبعا هنا بيقول صديقتي بتخيط بشكل سيء، انا عايز طريقه خياطتها، يعني بوصف طريقه حدوث الفعل، فانا عايز حال، والحال حبايبي هو كلمه badly. تعال نشوف number 5 بيقول my sister is smiling happy at the camera، طبعا برضه بوصف طريقه الابتسام، فبالتالي هجيب happily حال. تعال نشوف number 6 بيقول سمير works hardly، طبعا حبايبي يعمل بجد اسمها works hard، قلنا الحال من hard و hard. تعال نشوف number 7 بيقول the man accepted the offer immediately، طبعا لازم اقول immediately، immediately يعني في الحال،
لأن هنا بوصف الطريقة اللي هو قبل بيها العرض. طب تعال نشوف نمبر 8 لفادي is trouble to Aswan at the moment. مضارع مستمر يبقى لازم أقول struggling يعني هو مسافر. هنشوف نمبر 9 بيقول when do she get up every day. طبعا حبايبي شي ما بتاخدش دو في المضارع البسيط, شي بتاخد does. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي I'm looking forward to see you. طبعا قلنا look forward to be وراء الفيرب بلس ing فتبقى seeing. وبكده حبايبي يبقى احنا انتهينا من حل وشرح تدريبات الوحدة التانية بالكامل. استنونا في الوحدة التالتة ان شاء الله الدرس الاول والتاني. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. شكرا لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.